احنا اليوم موجودين في قرية الجش، قرية الجش العامري بأهلها، قرية الجش اللي موجودة بأعلى الجليل، من أجمل قرى الجليل. بدنا نعمل جولة في قرية الجش، تعالوا سوا نزور الجش. الأستاذ مروان خرش من الأساتذة اللي معروفين ومن الأعلام البلد المعروفين، واللي خرج الأجيال ورا الأجيال في عدة بلدان. يعني والله يطول بعمرك، أنا ما بدي أحكي قديش عمرك حتى ما حداش يصيبك بالعين. مش مهم. لا مهم جدا. فأنت كنت مدير مدرسة يوم في البلد وعلمت في عدة بلدان عربية وخرجت الأجيال وكثار بيعرفوك. وأنا لما كنت أسأل عن الجش، وإحنا موجودين اليوم في الجش البلد الجميلة اللي ما في أجمل منها. اليوم أنت بتطلع على الجش من فوق بتشوف لبنان، مزبوط، ومن الناحية الثانية بتشوف الجليل، مزبوط. يعني بلد عجيبة غريبة جميلة جدا في أعلى الجليل. والجش أنت من مواليد البلد الجش، احكي لنا عن البلد أستاذ مارون. بلد المحبة أنا بسميها، بلد المحبة، لأنها بتستقبل كل الناس وبتستضيف كل الناس وبتسكن كل الناس. مين بده يجي يسكن بالجيش بيجي بيسكن بالجيش، ما حداش بقول له وينك. المضبوط. العلاقات الاجتماعية في هاي البلد كتير ممتازة وكتير منيحة. وكل الناس بتحب بعضها، فيش تفرقة بين إنسان وإنسان. الإنسان أخو الإنسان، يعني ما أي نعم. أنا بعرف وقرأت عن الجش وكنت عدة مرات هون، كنت بالكنيسة، كنت في أمسيات في شهر الثقافة من 30 سنة أنا وطيب الذكر أبو الأمين حنا أبو حنا. أنا بعرف البلد وبعرف إنه البلد مش حديثي، إنما البلد إلها تاريخ. مظبوط. حكينا عن تاريخ البلد الجش. الجش حسب ما قريت أنا وحسب ما بسمع، نعم، إنه هي بلد قديمة جدا، وحسب ما بقولوا إنه كان مسكوني هون في زمن الرومان، كانوا ساكنين يهود هون. وكان اسمها حسب ما بقولوا جاسكالا حسب الرومان. واليهود بقولوا إنها جوش حلاف. ليش جوش حلاف؟ في عدة أسباب. السبب الأول إنه هي موجودة على تلة بيضة وحواليها الأرض لون ثاني. والسبب الثاني انه جوش كتله. جش بالعربي كمان هي مرتفع. كلمه جش، الجش، ايوه. وفي ناس يهود بيقولوا هي مش جوش حلب، هي جوش حلف. شو الحلف؟ حلف ابو فليب النبتة؟ لا، حبة الزيتون. ايوه، وقت بتعصرها بيطلع منها حليب، صح، وهذا الحليب اسمه حلف. وناس بيقولوا لأنها كانت مشهورة بالحليب وبعمل الجبنة ايوه، هاي تسمية جوش حلب. اما تسمية الجش هي من لأنها على تلة، انا هذا اللي بعرفه. والتلة لما انت جاي من تلة صفصاف وانت جاي بتشوف، يعني انا صورتها على مرتفع، بلد جميله قاعده على مرتفع، واهل البلد عرفوا يختاروا. أكيد أكيد أكيد، هي كتير كتير موقعها كتير منيح، وكتير مناخها منيح للسكن وهادي من جميع النواحي، فيش مشاكل، فيش أي إشي يعكر صف البلد السكان. أهل البلد عدد سكانهم في 48 حسب ما قريت أنا، بفكر 1090 نسمة، وراح قسم منهم. وين راح؟ هاجر. أيوة، بالحرب 48. إيش صار في 48؟ 48 صار الاحتلال الإسرائيلي، ناس هجت وتركت البلد وفلت، وناس بقيت هون. اللي بقيوا هون قسم من الطائفة الإسلامية، نعم، أقلية، قسم من الطائفة المسيحية أكثر. أي نعم. وبعدين جابوا سكان من قرية كفر برعم، عمليا برعم غربينا غربينا، ووطنوهم هون. وكمان سكان كفر برعم قسم منهم كمان راح على لبنان، وقسم جابوه لهون، هجروهم من كفر برعم لهون. تم تهجيرهم في 49؟ في 49، مش في 48. لا، في 49. أي نعم. بعد الاحتلال. بعد الاحتلال على اساس انه يرجعوا، على اساس انه يرجعوا، وكان عندهم قرار محكمه هن انه يرجعوهم، ولكن قرار محكمه العدل العليا. اي نعم. لاسباب امنيه ما رفضوا يرجعوهم، ما بعرف ليه. هذا اللي بعرفه انا. ما اهل البلد في قسم بعده موجودين في مخيمات اللجوء؟ اكيد اكيد اكيد. بس انا بتعرف انا كنت ولد صغير، ما بعرف. كان عمرك 12 سنه في 48 ولا 13 سنه؟ 48 كان عمري 13 بالله. 13 سنه. يعني هو كان بزمن الانتداب بفوت على الصف الاول اللي عمره 7 سنين. 7 سنين لل 13 منها. ايوه. فكنت بالصف الرابع. كنت بالصف الرابع. الرابع. لانه تسكرت المدارس و كان في مدرسه هون في البلد في 48؟ لصف سابع كان. لصف سابع. والقسم اللي يخلص صف سابع ما يروح على صفد، يتعلم بصفد في المدارس الثانويه بصفد. انه عمليا الجش من قضى صفد. قضى صفد. صفد شرقينا. وصفد فيها مدارس ثانويه. فيها مدارس ثانويه، نعم. وكان حتى منزل اللي هو مدرسة داخلية. مدرسة داخلية. أو المنزول. كانوا يسموه المنزل. أيوة. فكثار كانوا يروحوا من هون ويتعلموا هنا. معدودين على الأصابع. أي نعم. تاريخ البلد، في حقبة تاريخية اللي أنت بتذكرها عن البلد أو قرأت عن الجش؟ مثل في أثرات هون في البلد؟ في بيقولوا اثرات للمقابر لليهود. ايوه. محلين. وفي اثرات رومانيه كمان. بيقولوا انه كان في كنيس مش معروف، هو للرومان هو لليهود. ايوه. واحجاره بعدها موجوده، الاحجار الكبيره. ايوه. بعدين قبل مدة لقوا محل مدفن. أي نعم. حجر كبير زي التابوت الحجر، تابوت حجر كبير. أيوة. موجود في شمال البلد. أها. وعمره عليه صاحب الأرض وخلى هذا الأثر موجود هناك. الكنائس الموجودة هون في عنا 3 كنائس. أي نعم. كنيسة للطائفة المارونية قديمة وكنيسة جديدة. كنيسة القديمة بسموها كنيسة السيدة، الكنيسة الجديدة كنيسة مارون، وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في أعلى البلد، في أعلى البلد فوق. وفي عنا جامعين. أي نعم. جامع حديث اللي بالمنطقة الشرقية؟ بالمنطقة الشرقية. وجامع قديم اللي هو في قلب البلد. كان في طائفتين والطائفتين متماسكين مع بعض، فيش أي فرق بين واحد، يعني ما بتعرف. العلاقات طيبة أخوية محبة جدا 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 جدا. ما بتعرف هذا لأي طائفة أو هذا لأي دين. ما في البلد، بلد كتير كانت منيحة. بعرفش إسا في الوقت الحاضر من بعد خطيرت أنا شو فيه. لا بعدك ما شاء الله بصحتك وما شاء الله عليك والبلد أنا بعرفها لأني باجي على المدرسة لهون وبشوف أنت ما بتعرفش أي طالب أي طالبة من أي طائفة، هذا كلهم مع بعض بالصف قاعدين والأساتذة كذلك. مزبوط مزبوط. لأنه أنا بالمدرسة هون عم بعرض كثير، باجي على المدرسة كثير كثير. العلاقات علاقات أخوية، علاقات ممتازة. مش من اليوم، كل عمره. الجش الجش معروفة كل عمرها. يعني إذا إحنا بنطلع أستاذ مارون على الجش لفوق بنشوف اللبناني أو الجنوب اللبناني. من منطقة الكنيسة، من منطقة الكنيسة، أو كمان إذا بتشمل شوي على وين الحي الجديد اللي عم بتعمر هناك. أي نعم. بتشوف بلد اسمها يارون، يارون تابع للبنان، أو مارون الراس. مارون الراس كمان على راس الجبل. وعلمة، علمة هون علمة الشعب. لا علمة الشعب تبين مش بعيدة، بعيدة. أما علمة المهجرة موجودة، موجودة حد الرحانية. إيش أسماء القرى اللي تم تهجيرهم هون في المنطقة؟ قديتا. أي نعم. طيطبا، ميرون، علمة، صفصاف، هذول يعني. الراس الأحمر. والراس الأحمر. سعسع. سعسع. هذا. وكفر برعم. كفر برعم. اللي في منطقة الجش. أيوه. والجش احتضنت من قديتا. قديتا، من سعسع، من كفر برعم. أهل البلد اليوم عدد سكانهم كان 1090. يما أنت حافظ الرقم؟ هيك أنا قريته ما بعرف هسه. اليوم 3000 وشوي، 3300 يمكن. حلو. طب أنت أستاذ مارون لما بتحكي عن العلاقات الطيبة أنت شاهد على ذلك لأنك أنت كنت حضرتك مدير مدرسة. احكي لنا عن الفترة اللي كنت فيها مدير مدرسة في البلد. أول شيء قبل ما كنت مدير مدرسة، أنت وين تعلمت؟ ثانوية. أنا تعلمت ثانوية في طرسنطا الناصري. جميل. يعني سكنت في الناصري كم سنة؟ 4 سنوات. 3 سنين. أنا فشأت صف. رفعوك. كنت شاطر. كنت الصف الثامن هون. أي نعم. رحت على الثاني ثانوي بالناصري. اعتبروا لي الصف الثامن أول ثانوي. واستمريت. بعدين اشتغلت في دير الأسد 6 سنوات معلم، وتخرجت تعلمت في جامعة حيفا للقب الأول. انتقلت علمت شهر في طوبة. في طوبة الزنجارية. أيوة. أها. أيوة. كملت السنة، كملتها في عين الأسد. عين الأسد هون تحت. بعدين انتقلت على المغار. في المغار علمت 3 سنين. انتقلت للجش بعد 10 سنوات خدمة في إدارة المعارف. في إدارة المدرسة؟ لا، في إدارة المعارف. إدارة المعارف 10 سنوات. أي نعم. هون جيت علمت في 12 سنة معلم. بعد 12 سنة المدير اللي كان موجود هون خلص راح على التقاعد. أنا قدمت لمخراز وأخذت المخراز. للعطاء وأخذت العطاء. عطاء. نعم. اشتغلت 21 سنة معلم مدير مدرسة. مدير مدرسة. يعني 21 سنة معلم، 21 سنة مدير مدرسة. و 26 سنة تقاعد. صار لك 26 سنة متقاعد. متقاعد. إن شاء الله تضلك بصحتك. أستاذ مارون، يعني البلد هوني، يعني اللي بيجي لهون بعد شوي بفترة شهر 5 شهر 6 أو إسا، إحنا بنشوف كل شيء مزهر، ربيع جميل حلو، في زارعين خوخ مشمش. فأهل البلد بالزمانات قبل 48 واستمروا، هل حافظوا على الأرض اللي كانت أو انقسم من الأرض تصادر؟ أفكر في قسم صادر من شرقي البلد. نعم. والباقي اللي أصحابه برا سجل الأملاك الدولي، واللي أصحابه هون لأصحابه أملاك غائبين. أملاك. وفي قسم كبير برا من أهل البلد؟ في معلوم. في حوالي ثلث، حوالي نص تقريبا. نصف البلد صفت برا بعد 48. من الطائفتين. وين ساكنين في لبنان؟ بلبنان وبسوريا، وين بعرفش المضبوط. في عدة محلات. طبعا أقرب شيء كانت عمليا لبنان، على لبنان. والبقاء في الوطن هو أثمن شيء، يعني ما فيش أجمل منه. يعني لا تروح تتغلب ولا شيء، ضلك في البلد. أكيد. أكيد. أستاذ مارون، يعني أهلك بال48 وما بعد، أهل البلد كانوا فلاحين. إيش كنتوا تزرعوا؟ متذكر إشي؟ ذكرياتك القديمة؟ كنا نزرع قمح. دخان. وتشك الدخان؟ نشك الدخان. ونعملوا صنادل، شكوا بخيطان، حطوا على سقايل. أي نعم. حتى يجف وينشف، ويعملوه صندل، يجمعوه ويعلقوه. لا صندل بشكل دائري؟ كبش. أيوة كبش. أي. وبعدين زي منشر طويل كنت أشوف أنا في معلي أو في الترشيح. هاي سقايل بسموها، سقالي. إسقالي. ولكن بعد ما ينشف على السقايل يعملوه كبش. أي نعم. ويعلقوه. بعدين بعد مدة يعملوه رزمة، صفطوه خيط حد خيط حد خيط وفوق بعضه ويلبدوه. بعد فترة يجيبوه يحطوه في صناديق. كان أي نعم. يقصوا الخيط نصين. يسحبوا الخيط؟ لا ما يسحبوش. يقصوه بالنص، يحطوه صفطوه في قلب الصندوق، يعملوه بلات. يحطوا من تحت فلة، والصندوق مستطيل. والصندوق قدر حوالي 60 سم. أي نعم. وبعدين لفوا يرزموه يكبسوه وبعدين يلفوا الطرف الفل عليه بيعملوه بالي. اها. وانا شكل تيجي الشركات تاخذ الدخان تعاينه، هذا نمره واحد، هذا نمره اثنين، هذا نمره ثلاثه، وكل نمره الى سعر. الجش كانت مركز تقريبا في حتى في زمن الانتداب. أي نعم. كانت مركز، كان سوق هون في البلد، يجوا من كل القرى المجاورة على السوق يشتروا أغراضهم، والسوق كان في أول البلد وين المقبرة. أي نعم. هناك كان السوق. خارج البلد. خارج البلد، البلد امتدت بجديد وامتدت لتحت. ما كان عمليا على التلي فوق البلد لغاية هون أول البلد هون. أي نعم. وين البنك العربي لهناك. أيوة. كانت البلد بس. وبعدين امتدت لتحت. ألف شكر لك. تسلم. يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله تضلك بصحتك وتعطي أكثر وأكثر. هيو أعطيت بما فيه الكفاية، واليوم أنت عطعت عن تاريخ البلد. شكرا لك. تسلم. تسلم. أهلا وسهلا. يا أهلا. وهيك ننهي اليوم لقائنا في قرية الجش، الجش اللي عامر بأهلها، ومن الجش رح ننتقل إلى مكان آخر في البلاد، فإلى ذلك الحين إلى اللقاء. تحياتي.